استكمالا لهذا الموضوع ديال التوعية خصوصا بالنسبة للأدوية ديال الأمراض العقلية بروفيسور، فهناك كان تخوف دائما من هذه الأدوية، واش مازال هذا التخوف والكلمة أو الرسالة ديالكم بهذا الخصوص بروفيسور جلال توفيق؟ كاين واحد التخوف اللي هو للاسف الشديد شائع ويروج له للاسف الشديد، لان الناس ما عندهمش واحد الوعي بانه راه دائما في الطب كاين هناك واحد الميزان في المزايا وفي التبعات وفي التبعات السلبيه لاي دواء. شوف مثلا الادويه ديال مرض السرطان، واش كاين شي ادويه في العالم اللي عندهم اكثر من 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 ادويه ديال مرض السرطان تبعات سلبيه؟ ما كاينينش في العالم كله، معروفين في الطب بانه أمر. ومع ذلك ما كاين حتى شي مشكل ملي كنمشيو عند الطبيب ديال امراض السرطان وكناخذوا الدواء ديالنا وكنتحمى الشعر وكذا الى اخره. ولكن شوف الاسف الشديد لان كل قضيه منظور، القضيه هو ديال داك لا ستيغماتيزاسيون، داك الوصم اللي على الامراض العقليه واللي على التكفل الامراض العقليه واللي دخل فيها حتى الادويه الامراض العقليه، كل شيء وصم على وصم على اقصاء على تهميش، يعني كل شيء. وهذا الوصم هذا وهذه النظره السلبيه اللي كتجعل انه بزاف ديال الطلبه ما كيمشيوش يختاروا الطب النفسي، بزاف ديال العائلات ما كيخليوش ولادهم يختاروا الطب النفسي، هذا الوصم هذا وهذا المنظور. ورجع الادويه الاخت الكريمه، ما ننساوش بانهم أدوية الطب العقلي من أكثر الأدوية نجاعة في الطب، الناس كينساوها، من أكثر الدراسات كلها كتبين نجاعة في بالنسبة للاختصاصات ديال الطب، والأدوية ما كتعطيش إدمان بتاتا. نعم. صنف واحد اللي كيتسمى البنزوديازيبين، اللي هما مضادين، هما لأعراض الخوف، اللي كيتعطاو بموازاة مع الأمراض الأساسية، مع الأدوية الأساسية عفوا. وهادو ملي كتعطاو تحت المراقبة الطبية لمدة 15 يوم ولا وكنحيدوهم تدريجيا، ما عمرهم ما كيعطيو الإدمان. اللي كيعطي الإدمان هم اللي كيمشيو نقلبوا عليهم حنايا في الصيدليات، ولا كيمشيو حنا ناخذوهم من الشارع وناخذوهم لأغراض أخرى. هذه حاجة، هذا ماشي الخطأ ديال الدواء، الخطأ ديال الاستعمال ديالو. هذه بحال واحد السكين، راه واحد السكين كنستعمل في المطبخ كنستعملو في أغراض أخرى، والسكين الحمد لله السكين بوحدو ما دار والو. فالأدوية راه لا كيفاش كنستعملوها الأخ الكريم اللي هي خطيرة، والأدوية الأمراض العقلية بالعكس تماما لا تؤدي إلى الإدمان في معظمها. أنا كتكلم ست العائلات فقط وحدة اللي في 80% لما كنستعملوها ب ب ب يعني بعشوائية، المراقبة الطبية بعشوائية وبإفراط، هي اللي كتدي الإدمان فقط.